مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، وطبعا الاسئله اللي كنا بنتكلم فيها كل يوم صبح وظهر وبالليل على الشارع وفي القهوه وفي اي حته هي ايه ومين اللي هيعمل الدستور؟ عايزين اجابه شافيه واضحه، وواضح ان احنا للاسف مش عارفين ناخد هذه الاجابه بالرغم من التاكيدات الرسميه على او الاخيره على ان البرلمان المفروض هو هيكون ليه السلطه الاعلى في هذا الموضوع. مش بس ده الموضوع، في مواضيع تانية كتيرة، الحكومة الجديدة، المرحلة التانية من الانتخابات اللي هتبدأ بعد بكرة إن شاء الله، هيكون فيها مفاجآت ولا لأ، كلام كتير قوي ومحتاجين نتكلم فيه بشكل موسع مع حد يقول لنا إيه الأخبار. والنهاردة هيكون معانا الأستاذ الكاتب الصحفي والباحث الأستاذ هاني لبيب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير منور. ده يمكن زي ما شريف قال في ثلاث حاجات مهمين جدا بيشغلوا الشارع السياسي المصري والشارع بشكل عام، من انتخابات البرلمانيه، حكومه الدكتور كمال الجنزوري، كتابه الدستور. خلينا نبتدي الاول بالمجلس الاستشاري واللي شكله مجلس العسكري وانسحب منه الاخوان. عايز نعرف ايه هي صلاحياته، وهل فعلا المجلس يعني البرلمان هو فعلا هيشرف على اللجنه التاسيسيه لكتابه الدستور؟ يعني هو لغايه دلوقتي المجلس الاستشاري اللي معروف عنه ان هو هيبقى استشاري. استشاري. اوكي تمام. لكن مش هيبقى يعني ملزم. ليه صلاحيات؟ ولا ليه الصلاحيات بالمعنى التنفيذي. وعلشان كده هيقتصر دوره على تقديم مقترحات يا تقبل يا لا تقبل ببساطة. يعني طبعا أنا كنت أتمنى أنه التكوين بتاعه، يعني هو بغض النظر عن مين انسحب ومين فضل فيه، بس هو في شخصيات كتير محترمة بتمثل تيارات سياسية كتير. أنا بتمنى أن كان دوره طالما قررنا أن نعمله أن دوره يتجاوز فكرة أن تبقى لجنة استشارية. طب ليه انسحاب الإخوان يا فندم من المجلس الاستشاري؟ جماعة الإخوان ليها حساباتها. يعني دايما في تفاعلاتها مع الحياة السياسية المصرية ليها توازناتها، ليها توجهاتها، وانا بعتقد يعني زي ما هم بيقولوا ان هم خايفين ان تبقى دي اسلوب للالتفاف على الدستور وعلى اللجنة التأسيسية او على غيره، وكل تيار ليه مصلحته. طبعا يا فندم. طيب بس دلوقتي اللي سوري عشان نقفل بس قصة الدستور تماما، يعني دلوقتي مين اللي هيكتب الدستور؟ اخر التصريحات، عشان احنا ما بين تصريحين. ما هي دي الغاز. الغاز. اوكي. الغاز. يعني لحد دلوقتي الموضوع ده لسه ما حصلش. هو مش في تعديلات دستوريه احنا متفقين عليها، وهذه التعديلات الدستوريه بتقول ان في لجنه تاسيسيه ولجنه تاسيسيه هيبقى فيها شخصيات معينه و30% من البرلمان ومعين وفي المعين وفي انا بتمنى معين ان احنا نرجع لده. انها واضحه. انا بتمنى نرجع لده وما تبقاش المساله البرلمان طب بس. طب لما قال لما طلع لما حصل التصريح اللي هو بيقول ان يجب ان نعود تاني للتعديلات الدستوريه، كانها كانت مفاجاه كبيره جدا للاصوات السياسيه، مع انها هي مع إن دي اللي تم فيها الاستفتاء عليها وشاركوا فيها وكانوا فيها موافقين عليها. طب المشكله ان اغلبيه التيارات دلوقتي بتغير مواقفها، يا اما لحسابات الشارع تحديدا او لحسابات سياسيه مع تيارات مستقبليه، خاصه المغازله اللي بتتم بين بعض التيارات السياسيه وتيارات الاسلام السياسي دلوقتي. الكل دلوقتي كانه بيقدم فروض الطاعه والولاء، يعني الكل متخيل ان اوكي تيارات الاسلام السياسي هي اللي جايه، فلازم نتودد من الاول ونعلن يعني ان احنا موافقين على اي حاجه انتوا عاوزينها. لكن اللي انا كنت بتمناه فكره ان احنا بغض النظر مين اللي هيجي في البرلمان، اللي هيجي في البرلمان فكره نقصر صياغه الدستور على اعضاء البرلمان وناس منهم، ده مشكله، لانه باي حال من الاحوال هيبقى في استبعاد لتيارات سياسيه تانية. اكيد طبعا يا فندم. اكيد موجوده. هيبقى في استبعاد لشخصيات مستقله ربما تكون اكثر خبره واكثر حنكه سياسيا وفي كتابه الدستور صحيح. اكتر من ناس اعضاء صح. لان احنا الخبره بتقول لنا سواء خبره من نجحوا في المرحله الاولى، في الكثير من نجحوا في المرحله الاولى او في البرلمانات بتاعتنا السابقه، ان مش كل اللي بيخش مجلس الشعب ويبقى عضو ويبقى نائب بيبقى بيساوي نائب برلماني فعلا. او غير كده هم خدمات اكتر منها سياسيا. يعني انا لان المفروض البرلمان اللي جاي واللي احنا عارفينه البرلمان ده هو اللي بيشرع القوانين، هم لسه نواب خدمات. هي دي الفكره. هو حتى صيغه حملاتهم واضحه جدا بالظبط كده. صيغه الحملات الانتخابيه ما كانتش الصيغه لفكره انه نائب تشريعي على قد ما هو نائب خدمات هيرصف الشارع الفلاني وهيشغل فلاني وهيعالج فلان وهكذا. صحيح. بس دي مشكله يمكن ثقافه وموروث والى اخره. بس خلينا نرجع تاني لفكره ان لو حضرتك لما اتكلمت على ان احتمال او يعني مجلس الشعب يعني يفضل ان هو ما يكونش الوحيد المسؤول او البرلمان ما يبقاش هو الوحيد المسؤول عن هذه العمليه، لما بدا التلويح بهذه الفكره طبعا حصل اعتراض كبير جدا وتشبث رهيب جدا من كل من نجح او سينجح في الوصول الى كرسي البرلمان في الاعتراض على هذا الموضوع، وقالوا لا احنا صلاحياتنا لن تمس ونحن من سيكتب الدستور، لدرجه انه وصل ببعض التصريحات لاحد الاحزاب السياسيه
فور اعلان نتائج اوليه في اول يوم، يمكن يومها بالليل طلع على طول وقالوا ان يجب ان يحترم البرلمان حكومه الاغلبيه، والاغلبيه هي التي تتكون الحكومه، وكان في اعتلاء وكان في عجرفه لغه تهديد كمان. بس هما نسيوا كلمه بعد كده ان هو لازم تحترم التكويش السياسي. يعني تكويش السياسي اللي يكوش على حلوة الفكره انه كانه من يسيطر هو من يهيمن بغض النظر عن راي الناس. وعلى فكره مش الديمقراطيه كمفهوم مش دايما راي الاغلبيه هو اللي ممكن يكون صح، لان ممكن تكون اغلبيه فاسده. وهدي حضرتك نموذج ساذج جدا جدا. اتفضل يا فندم. لو احنا في فصل مدرسه ابتدائي، مش هقول لك بقى سياسيين، وقلت لهم هناخد بكره وبعده اجازه، الاغلبيه هيقولوا ايه؟ هي في اتنين تلاتة ممكن يكونوا ملتزمين، يقول لك طب ليه؟ مين اللي رايه صح؟ في الديمقراطيه الفكره في الاخر صالح البلد وصالح المواطنين، مش صالح الجماعه محدده او صالح تيار محدد او صالح طب اغلبيه. هنخرج من المعضله دي ازاي؟ عايز اعرف حاجه، هل احنا كده بنخلق نظام ديكتاتوري تاني؟ طبعا. وهنخرج منها ازاي؟ هنخلقه ان لازم الجمعيه التاسيسيه تبقى بتعبر عن كل التيارات، ما ينفعش تبقى بتعبر عن البرلمان، لان لو عبرت عن البرلمان هتعبر عن اتجاه واحد. صحيح. اتجاه واحد في ورؤيه واحده بالزبط. وشارع واحد، ما فيش اي حاجه ثانيه. طيب. بس يمكن الكلام اللي اتقال ان الديمقراطيه بتحددها صناديق الانتخابات. ما هو للاسف هل حضرتك مع المقوله دي ولا لا؟ هو ده صح، بس للاسف نظريا لكن عمليا ان احيان كتير التوجيه ما قبل انك توصلي لصندوق الانتخاب بيبقى توجيه موجه بالشكل اللي حصل دلوقتي واللي حصل في الاستفتاء، انه بقت المساله كانها يعني البعد فيها بعد ديني مش بعد سياسي وبعد وطني، يا ريت حتى بعد قبائلي او عشائري عائلات زي ما كان بيحصل زمان، فربما كان يحصل توازن. لكن هو لكن البعد لا الديني انت صنفتها كدين، وطالما صنفت كدين انا ما بشوفش اي حاجه تانية. صح يا فندم، لانك صح. انت يعني دوائر الانتماء البلد الوطن الارض الدين، فلما تلعب في دايره الدين بتلغي دوائر تانية كتير خالص. أكيد. طيب يبقى انا استخلصت من كلام حضرتك ان يجب ان يكون هناك يكون دور اكبر للمجلس الاستشاري، ما يكونش فقط دوره استشاري، يجب ايضا او يحبذ او يقترح ان يكون البرلمان لا هو ما يكونش هو بس مسؤول يعني عن عمليه كتابه الدستور، وان يكون في تيارات اخرى مشاركه في دوت. طيب الاقتراحات لطيفه جدا على الورق، كيف ممكن في اقتراحك او في تصورك ممكن ازاي تنفذ في هذه المرحله الحرجه اللي لو حد فيها قال لا 60,000 حد تاني هيطلع يقول له يعني ايه لا؟ هي محتاجه قرار سياسي جريء. بص حضرتك انا قلت لك تعبير في النص كده، موضوع المغازله اللي بتتم بين التيارات. طول ما انا حاطط اعتبار ان وانا قاعد على الكرسي بتاعي هاخد قرار يرضي مين وما يرضيش مين قبل ما اخده بمهنيه وباقتدار، العمليه باظت. وعشان كده احنا في الغاز، لان ممكن اللي احنا نشوفه دلوقتي منطقي بكره يتغير. اذا كانوا هم كانوا متفقين بطبيعه مرحله كمان كانوا متفقين على حاجات رجعوا وتراجعوا عنها. طبعا. يعني التيارات السياسيه نفسها كانوا متفقين على حاجات رجعوا وتراجعوا عنها. صحيح. انت الوضع دلوقتي لو انت حطيت مشهد تحت الميكروسكوب ما بين الفتره بتاعت ما بعد 25 يناير ودلوقتي، هتكتشف ان الصوره بعدت خالص. في الاول انت كنت شايف ملامحها، في الاول شايف التحرير، في الاول شايف الناس اللي اتحركوا، شايف الشباب اللي ضحوا بنفسهم واللي قادوا تيار معين واتجاه معين عشان البلد تتنقل من مرحله لمرحله. هل هي نفس الصوره؟ اشك. طيب خلينا نقول كمان يمكن شكل البرلمان اللي جاي، وعايز اعرف راي حضرتك في مدى خطوره وصول التيار الديني الى البرلمان. المساله مش حكايه فكره التيار الديني عشان ما حدش يفهم ان احنا ضد اي تيار يستأثر. المشكله ان اي تيار لوحده بغض النظر ديني او سياسي ياخد حاجه، يبقى انت بتعيد انتاج نظام انت عملت عليه انقلاب وثوره. نفس الفكره، احادي ما بغض النظر انت شيل اصل. بص حضرتك لو قلت تيار ديني يستحوذ، عامل زي تيار الحزب الواحد يستحوذ، عامل زي تيار حتى يا رب اتجاه ليبرالي يستحوذ، اتجاه واحد. يعني انت انا مش شايف غير نفسي، ما بسمعش غير نفسي، ما بتكلمش غير مع نفسي، وبفرض رايي على كل الناس. في ناس كتيره جدا، وعايز اعرف راي حضرتك بالذات الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه والقوى السلفيه كمان، حضرتك شايف اللي هيحصل بينهم تحالف ولا هيحصل ما بينهم صراع؟ وهيكون ولا صراع لفترة بعد كده هيبقى تحالف في الوقت المناسب او الوقت اللي هم يرتقوا مناسب. بص خليني اقول لك كلام عملي شويه. اتفضل. انا كنت مشغول قوي بالفكره دي بس حبيت اترجمها، يعني الاسبوع اللي فات كنت مركز قوي ان اترجم دي لحاجات ايه، حقائق، معايير ممسوكه. اوكي. فقعدت اشوف مثلا، تعالي شوفي كلمه المواطنه، كلمه الديمقراطيه، كلمه التعدديه، حريه الراي والتعبير، المراه، اللقباط. اوكي. مفاهيم محدده جدا. صح. كل التيارات الاسلاميه متفقه على حاجه واحده،
الاختلاف كلهم في برواز واحد، تيارات الإسلام السياسي في برواز واحد كلهم، ولكن الاختلاف تباين في بعض الحاجات. لكن مثلا لا ولاية للمرأة، لا ولاية لمسيحي، كل ده متفقين عليه، كلهم متفقين على مثلا تطبيق الشريعة، لكن شكل التطبيق ممكن يختلفوا عليه، لكن موافقين على المبدأ، فكلهم شكل واحد. بس في فرق ان في جماعة عندها خبرة 80 سنة من العمل العام، بغض النظر انه عمل عام كان محظور في وقت من الاوقات او محظوظ دلوقتي في وقت من الاوقات التانية، ولكنهم في خبرة، لكن في جماعة تانية ما كانش عندها خبرة. هو ده الفرق بس. طيب يعني بس انا استخلصت من كلام حضرتك كوتشز، اهم حاجة ان احنا بنعيد انتاج نظام ديكتاتوري اوحد مرة تانية. يعني فكرة اللي قامت عشان ثورة 25 يناير وليالي الحرية، وانه المفروض يكون في حتى تمثيل للمرأة وتمثيل الأقباط وتمثيل لكل الناس دي، بالظبط. وفي الآخر نلاقي إنتاج لنظام ديكتاتوري أوحد. يبقى طبعا ديكتاتورية التيارات الدينية أسوأ من ديكتاتورية التيارات السياسية، لأن التيارات السياسية ممكن عشان تجمل شكلها تعمل توازنات إنها تمثل حتى كل لو ما الناس تتفقش مع حتى لو أفكارها تمثيل شكلي، واتجاهاتها. لكن الدكتاتورية الدينية لأ، أيا كان. مش طيب بالنسبة الدكتاتورية الدينية للانتخابات، الإسلامية بس، اتفضل. والمسيحية شرحها، طبعا وتجربة أوروبا الألماني، كانت واضحة قبل كده. 100%. طبعا طيب توقعات حضرتك يا فندم للمرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات؟ لا لا، أنا مش متفائل، لأنه التوجيه بالشكل ده إذا كان في المرحلة الأولى اللي هي كانت في القاهرة اللي هي المركز، وكانت النتيجة اللي هي فكرة إن ما بقتش السياسة، بقت الانتخاب على أساس دين، ما بالك في بعض المحافظات اللي فعلا تيارات الدينية هي اللي ليها القوة والتأثير. وأنا رأيي إنه يعني اللي بيقدر البلد دي وبيحترمها، يا ريت نعمل وقف تقييم ومراجعة. مش عيب إن احنا نقول إن احنا غلطنا إن قلنا الانتخابات أولا، وعشان خاطر البلد دي نوقف ونقول الدستور أولا، لأن احنا مش بنحدد المسألة. أنت مش بتحدد سنتين ثلاثة جايين، أنت بتحدد مستقبل أجيال كاملة، لأنه أي خلل في استقرار شكل الحياة السياسية المصرية عشان يتعدل تاني هياخد هياخد له سنين 50 سنة مثلا. بالظبط، وده اللي حصل قبل كده. وبعد كده عندنا تجارب واضحة الناس مش واخدة بالها منها، يعني في تجارب حصلت في أكتر من دولة بهذا الشكل، إحنا ما بنعيدش قراءتها ولا بنقيمها. خلينا نيجي كمان لتصريح للمرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل، استاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، كان يمكن سعيد جدا بزيارة جون كيري القيادة الإسلامية للجماعات وفتح الحديث الإسلامية، معاهم والكلام ده كله. وشايف من وجهة نظره والكلام على لسانه ان دي نصرة للإسلام. بس هو مش فتح الحديث، هو استمرار لأحاديث سابقة. ما بالظبط، يمكن ده احنا دي مش اول مرة يبقى فيه، يمكن بعد الثورة على طول اكتشفنا ان كان فيه يمكن خط مفتوح مفتوح ما بين الاخوان المسلمين، وهيلاري كلينتون قالت الكلام ده على لسانها، وقالت ان بيتم التشاور معاهم من 2005. يمكن السنة دي هو معلن اكتر، والزيارة كانت رسمية، والكلام على لسان صلاح بالظبط حازم صلاح حازم، انا اسفه، حازم صلاح ابو اسماعيل، انه دي نصره للمسلمين ونصره للاسلام، لان جايين يتكلموا مع اكتر التيارات اللي المصريين راحوا ادالهم اصواتهم. ما هو ده برضه يعني تحليل فيه مشكلة. يعني هل المسألة إنك أنت بتحكم على علاقات خارجية بأنه انتصار لدين؟ هل هو ده فعلا؟ هل فعلا انتصار الإسلام وتحقيقه، الإسلام المصري، إسلام الأزهر، الإسلام الوسطي، هل تحقيقه بالعلاقات المصرية الأمريكية وبمجرد المغازلات السياسية والتوائمات اللي أمريكا بتعملها على طول في صالح سياستها؟ بالظبط، يعني أنا في رأيي الأمريكان لو بيعملوا كده، لو تحالف مع الشيطان، يعني لو كان عايزين، لو بمصالحهم. أنا دولة عندي مصالح، بالظبط، المصالح دي بحققها، لأنه أنا بيهمني رقم واحد شعبي، مش بيهمني أي حد تاني. فاستقرار شعبي بيتطلب إن أنا أفتح علاقات وأعمل اتصالات بكل الناس، مفيش منها. هو لكن بيقول ان دي بشرى كبيره بتؤكد الامريكان يدرون او يعرفون الان ميول الشعب المصري واتجاهاته بشكل حقيقي. لا، هو أنا مبسوط كمان إن ما بقاش الأمريكان الشيطان الأعظم زي قبل كده.